السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوه الأوضة بلاقي حاجة اسمها ويب سايت بيلدر. هنا بلاقي هنا ويب سايت بيلدر، مجرد إن أدوس عليه بيبدأ يقول لي أنت ممكن تجرب مجاني، بيقول لي دخل المعلومات بتاعتك، فببدأ أديله المعلومات بتاعتي. بيبدأ يعمل كرييت للحساب بتاعك، ويبدأ بعد كده تقدر تعمل أي موقع أنت عايزه. هو بيبعت لك ايميل عشان يتأكد من الايميل ده تبعك. تبدأ تختار بقى الشكل اللي انت عايزه، عايز حاجة سامبل لكم مثلا حاجة بالشكل دوت، بدوس عليه واقول له انا عايز استخدم الشكل دوت، فبيعمل لك الموقع بتاعك اهوت. تمام، بثواني ببدأ اختار اللوجو بتاعي. اديت او تقدر تغير التكست، تكتب اللي انت عايزه اهوت. ابلود ايمج، اخترت مثلا صورة زي كده. تمام، التكست ده كله تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام، تقدر تقول مثلا عايز احط ايمج جالري بحيث يبقى فيه صور كتيرة في نفس المكان، او تقول انا عايز صورة انت تحط لك الصورة، تقدر تعمل سيلكت عليها او تعمل كستمايز او تعمل دراج تموف تحركه من مكانه. بالشكل دوت، وتقدر تعدل التكست في اي وقت، تخلي عربي انجليزي، تخلي نقط، تقدر تحط لينك، تقدر تحط صور، تقدر تعمل طلبة. المهم دي حاجة سهلة جدا تقدر تعدل الموقع فيها، وفي الآخر بتقول له سيف، تروح مسيف لك الموقع دوت. تقدر تقول مثلا عايز أعمل ريتنج على حاجة معينة وبس. في البداية تلاقي الموقع بتاعك جاهز، تقدر تشتغل عليه.